المنتخبات اللي عندهم تقاليد في 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 المباريات الكبيره في صعيب برشا اذا كان باش يترشح للدور القادم يعني بس خاصه امام المكسيك في المباراه الاولى قبل فيرنسي شفنا جينياك يلعب شفنا توفان شفنا لاعبين موجودين من الصف الاول في اللي هما عاملين 3-3 مع منتخب جنوب افريقي خسروا إذن التعادل حتى الآن 3-3 جنوب أفريقيا خسر في المباراة الأولى يعني كابتن هيثم أمام اليابان 3-0 في السيمي فاينل وجنوب أفريقيا وصلت عن طريق تحديد المركزين الثالث والرابع